إن شاء الله احنا النهارده هناخد ايه المحاضره الثامنه في الكورس بتاعنا اللي هو الداينامكس اوف بارتكل، وهنبدا في التوبيك بتاع الورك اند انرجي. كنا احنا اخدنا ان الكاينتكس اوف بارتكل ليها ثلاث طرق اقدر ادرسها بيها. كانت الطريقه الاولانيه اللي هي الفورس اكسلريشن ميثود، لما قلنا ان السيجما فورس equal mass في acceleration، واتفقنا ان الطريقه ديت بتستخدم لما يكون الاكسلريشن given او required، وعلى حسب نوع الاكسلريشن سواء كان constant او variable ببدا استخدم الكينيماتيكال equations. وفي الطريقه ديت برضو كنت بسلكت suitable coordinates سواء كانت الكوردينتس ديت cartesian او normal and tangent او radial and transverse. النهارده ان شاء الله احنا متقابلين عشان نشرح أو نوضح الأبروش الثاني لدراسة الـ Applied Forces، وهو الـ Work and Energy. وتعالوا نبدأ الـ Work and Energy من قانون Sigma Force Equal Mass في Acceleration، بأننا هنحط الـ Acceleration ديت Vector الـ Acceleration هنحطه V dV by dr، حيث الـ dr ديت هي المسافة اللي أنا همشيها من مكان لمكان. لو جينا شلنا الاكسلريشن في قانون السيجما فورس وعوضنا عنها، فهيبقى السيجما فورس ايكوال ماس مضروبه في في دي في باي دي ار. لو جينا عملنا سيبريشن للفاريبلز هيبقى السيجما اف دي ار بيساوي الام في دي في. من اللحظه ديت ممكن اعمل انتجريشن. الليفت سايد من الانتجريشن دوت بيدينا الورك of force، الورك اوف ايه؟ of force، واللي على الناحيه الشمال هيدينا للتشينج في الكاينيتيك انرجي، للتشينج في الكاينيتيك انرجي. الرول اللي انا وصلت له ده اسمه البرنسبل of work and energy. يعني الرول ده ملخصه كده بيقول ان مجموع الورك اللي هتبذله الفورسز على بارتكل هتتسبب في انها تعمل تشينج في الكاينتيك انرجي بتاعه البارتكل دوت، سواء الكاينتيك انرجي ديت تزيد او ايه او تقل. والرول دوت ليه صلاحيات استخدام. يعني انا هيظهر لي سؤال هنا لما تجيلي مسائل فيها ابلايد فورسز جيفن او ريكوايرد، ايه اللي هيخليني اشتغل ورك and energy؟ امتى هشتغل المساله work and energy؟ قال لي في شويه علامات كده. اول حاجه هو ال existence of spring. لما بيكون في المساله فيها spring، السبرينج ده من الفورسز الفاريبل اللي التعامل عليها من خلال فورس acceleration method بيبقى صعب شويه. فلما بيكون في spring دماغي على طول بتروح ايه لاستخدام طريقة الورك اند انرجي. تاني حاجة لما الاقي المسألة بتاعتي عبارة عن position 1 at velocity v1 وبعد كده قام مديني position 2 at velocity v2 وما بين ال two positions في distance، ما بين ال two positions في ايه؟ في distance. يعني لما بيتكون المشهد دوت قدامي في مسألة على طول بفكر في الورك اند انرجي. طب امتى ما افكرش في الورك اند انرجي؟ امتى هتبقى الورك اند انرجي ديت بالنسبه لي ما تنفعش لحل البروبلم ديت؟ قال لي لما يكون الريكوايرد نورمال فورسز، زي النورمال رياكشن كده. لو ريكوايرد نورمال فورسز الورك اند انرجي مش هتعرف تحسبه، هنعرف ده كمان شويه ليه. التايم، طريقه الورك اند انرجي ما فيهاش تايم خالص، فلو لقيت المسألة فيها given time أو required time هبعد عن ال work and energy. تالت حاجة لو عندي tension in cord of fixed length، يعني أنا لو عندي حبل اللانس بتاعه ثابت وهو جه في المسألة قال لي هات لي التنشن في الحبل دوت، برضه مش هقدر أشتغل إيه؟ مش هقدر أشتغل work energy. بل work and energy ما يقدرش يحسب التلات حاجات دول. طيب
لو احنا قررنا نستخدم الورك اند انرجي في حل المسائل، ايه المعلومات اللي انا محتاج اعرفها؟ اول حاجة محتاج تعرف الكاينيتك انرجي. الكاينيتك انرجي هندي له رمز تي كابيتال، والتي كابيتال هتساوي هاف ام في سكوارد. الام هي فاليو الماس، الام ديت هي ايه؟ فاليو الماس، والفي قال لي دي الفيلوسيتي بتاعتك. طبعا اليونت بتاعه الكاينيتك انرجي هي الجول. ايه تاني حاجه محتاج اعرفها؟ قال لي محتاج تعرف الورك اوف فورس. لو انت عندك فورس عايزين نحسب الورك بتاعها، نحسبه ازاي؟ قال لي والله ان ده الطريق بتاعي، انا اتحركت من نقطه رقم واحد لنقطه رقم اتنين، فاتحركت مسافه ايه؟ دي ار. اتحركت مسافه دي ار. لو انا بشتغل تو دايمنشن هتبقى الدي ار ديت ايه؟ عباره عن دي اكس ودي واي. الرول العام بتاع الورك بتاع فورس هو الانتجريشن بتاع الفورس ديت دوت الدي ار. فطبعا لو انا كنت تو دايمنشن، تو دايمنشنز، هيبقى الورك بتاع الفورس عباره عن اف اكس دي اكس كانتجريشن بلس اف واي دي واي كايه؟ كانتجريشن. ومع ذكر القانون الاخير دوت الا اننا هنشتغل ابسط من كده كمان. انا عايز منك تحسب الورك لثلاث حالات من الفورسز، ثلاث حالات من الفورسز. الحالة الأولانية هي الورك اوف ويت. الورك اوف ويت معروف ان الويت لو انا تو دايمنشن بيبقى دايما عكس الواي او ام جي اهو، لو ده اكس وده واي فالويت كفيكتور هيبقى عباره عن ماينس ام جي جي. يعني معنى كده ان الويت ده الاف اكس بتاعته بزيرو، لكن الاف واي بكام؟ بماينس ام جي. فلما اجي سبستيتيوت في الرول هيبقى الورك بتاع الويت هو ايه بقى؟ ماينس ام جي في انتجريشن الدي واي من واي واحد اللي هو ارتفاع نقطة واحد لواي اتنين اللي هو ارتفاع نقطة اتنين، يعني هيبقى عبارة عن ماينس ام جي دلتا واي. وهنا بقى تحسب الدلتا واي اللي هي فرق الارتفاع اللي طلعه او نزله وتشوف هو بلس ولا ماينس وتحطه في الرول. دي طريقة. الطريقة التانية ان احنا نقول ان الورك بتاع الويت هو بلس اور ماينس ام جي مودلس الدلتا واي. يبقى انا كده خليت الدلتا واي دايما ايه؟ خليت دايما الدلتا واي بالبوزيتيف. طب البلس والماينس بقى ده احدده انا ازاي؟ قال لي انت بتاخد البلس فاليو لو كان البادي في حاله داون وورد مع الجرافيتي، وبتاخد الماينس لو كان الويت ده ايه؟ عكس الجرافيتي. انا بفتكرها ازاي؟ ان وانا طالع السلم بعمل مجهود، بنهج ان انا طالع السلم، فبالتالي الوزن ضدي فاخد الماينس، لكن وانا نازل الوزن بيساعدني على النزول فيبقى اخد الاشاره الايه؟ اخد الاشاره البلس. يبقى ده قانون ورك الويت اللي انا محتاجه، وده كده قانون الكاينيتك انرجي برضو اللي انا ايه؟ محتاجه. تاني حاجه هو السبرينج، الورك اوف سبرينج. السبرينج بتاعي اهو بطول ال نود. طول ال نود يعني السبرينج ما كانش بيبذل اي فورس. رسمت خط بالاخضر اهو. السبرينج ده احتمالاته ايه؟ ان هو يبقى اطول شويه فيطول مسافه اس او اكس، ويقصر ايه؟ مسافه اس او اكس. يبقى اما يبقى اقصر يا اما يبقى اطول. الفورس بتاعت السبرينج هي ماينس كي في اس، ماينس كي في اس. هنطلع بالصفحه كده شويه اهو، ماينس كي في اس. يبقى انا هقول له ان الورك بتاع الاف سبرينج
هو ماينس كي في اس دي اس، وهعمل برضو ايه انتجريشن من اس 1 لاس 2. من هنا هيطلع الورك بتاع الاف سبرينج هو ماينس هاف كي في اس فاينل سكوير ماينس اس انيشال سكوير. بس انا مش عايز الاشاره الماينس دي، هنخليها بلس. فلو خليناها بلس هنعكس 1 ماينس 2، يبقى كده هتبقى ايه؟ هتبقى انيشال ماينس فاينل. يبقى انا كتبت نفس الرول بس شلت الاشاره الماينس بان عكست الايه؟ الطرح بتاعي. يبقى ده الرول الثاني بتاع السبرينج. الرول الثالث، لو كان عندي كونستانت فورس، الورك اوف كونستانت فورس بي، تعالوا كده نقول ان انا عندي طريق وكان في عندي فورس، والفورس دي بتميل بانجل ايه؟ ثيتا. في الحاله ديت بنقول ان الورك بتاع الفورس بي ديت هي بلس اور ماينس بي تي، مضروبه في ايه بقى؟ مضروبه في المسافه اللي هو اتحركها. يبقى ده كده اخر قانون عندنا، حيث البي تي ديت هي ايه؟ هي التانجنشال كومبوننت اوف ايه؟ اوف بي، والاس هي الديستانس ايه؟ ترافلد او الديستانس موفد. والبلس والماينس لو كانت البي تي دي مع الموشن يبقى بلس، لو كانت عكس الموشن تبقى ماينس. القانون الاخير ده ليه سبيشال كيسز، القانون الاخير ده ليه سبيشال كيس. ايه هي؟ تعالوا كده نمسح الخط دوت. سبيشال كيس قال لي في حاله النورمال فورس بيبقى الورك ايكوال زيرو. ليه؟ لان ما بيبقاش في بي تانجنت، بتبقى الفورس بربنديكولار بس. تاني كيس هو الورك بتاع الفريكشن، الفريكشن دايما عكس الموشن فيبقى ماينس اف في ايه؟ اف في اس او اف في دي. تعالوا نسمي ديت دي عشان ما نتلخبطش مع الاس بتاعت السبرينج. ايه دي؟ مسافه ايه؟ مسافه دي اهو. حيث الفريكشن هنا هو ميو كي في ان، مش ميو اس بقى، لان ده بادي في حاله ايه؟ في حاله موشن. يبقى الصفحه ديت ضمت الرولز اللي انا محتاجها منك عشان نحل بطريقه الورك اند انرجي. لو كان ويت يبقى ده الرول رقم واحد، لو كان سبرينج يبقى الرول رقم اتنين، ولو كان كونستانت فورس يبقى الرول رقم تلاته. تعالوا ناخد مساله نتعلم فيها ازاي نستخدم الرولز ديت، نستخدم فيها الرولز ديت ازاي. في الاكزامبل دوت اللي هو 14.1 بيقول لي 10 كيلو جرام بلوك شون، عنده بلوك اهو الماس بتاعته 10 كيلو جرام، ريست اون ذا سموز انكلاين، في سطح كده انكلايند بانجل 30، ادي ال 30 اهي حاططها على الرسمه، والبلوك محطوط عليه. If the spring is originally stretched 0.5، كلمة originally ديت معناها initial position، يعني هو بيقول في البداية. خلي بالك السبرينج ده كان ماله؟ كان مشدود نص متر. Determine، عايز يعرف ال total work done by all the forces خلال مسافة 2 متر. خلي بالك ان في فورس كمان applied 400 نيوتن. يبقى الريكوارد بتاعه بيقول لي ايه؟ هات لنا determine the total work. تعالوا كده نحط بروسيدور لحساب التوتال ورك، يعني خطوات كده لما نلاقي في مساله هو عايز التوتال ورك ايه؟ نطبق الستيبس دي. اول حاجه في خطواتنا المعتاده ترانزليت ذا بروبلم، ترجم المساله. عشان اترجم المساله محتاج اشوف فين البادي، في سيرفس ولا مفيش، في سبرينج ولا لا، والسبرينج ده
ادور على الكي بتاعته بكام، ال نود بكام، او الاس 1 او الاس 2، اي حاجه من الحاجات دي. بعد كده ببدا اشوف ايه هو الريكوير، طبعا هيكون التوتال ورك دون. بعد كده برسم التو بوزيشنز والفري بادي دايجرام ان بتوين. اخر خطوه فاين ذا ورك اوف اتش فورس، اللي انا كاتبه ده بقى. تعال نحل المساله هنا من خلال الخطوات اللي انا كتبتها. انت قلت لي اول حاجه ترجم المساله، البادي اللي عندي هنا هو البلوك، الماس بتاعته بتساوي 10 كيلو جرام، السيرفيس اللي في المساله سموز. يعني ايه سموز؟ يعني مفيش فريكشن، نو فريكشن. طيب ايه كمان؟ قال السبرينج الكي مدهاني على رسمة المسألة ب 30 نيوتن لكل متر، ما ادانيش ال ال نوت، بس قال لي ان هو استريتشد اوريجينالي 0.5 متر. هنعرف معناها ايه بعد شوي. انت قلت لي بعد كده ارسم التو بوزيشنز بتوع البادي وما بينهم الفري بادي دايجرام. تعالوا نرسم اللاين اوف موشن ونحط عليه التو بوزيشن. اهو ده الطريق اللي البارتكل ماشي عليه. كان فين؟ والله اهو كان هنا مثلا نقطة واحد، وهنا نقطة اتنين، يبقى كده دول التو بوزيشن. وارسم ما بينهم الفري بادي دايجرام. ادي الصندوق بتاعنا، الفورس اللي بتأثر عليه هي الويت اللي هو 10 جي، بعد كده النورمال رياكشن، ارسمه نورمال على اللاين اوف موشن، بعد كده الفورس اللي هي ال 400 نيوتن، بعد كده الفورس بتاعت مين؟ الفورس بتاعت السبرينج اف سبرينج. يبقى انا كده رسمت الفري بادي دايجرام. الخطوه اللي بعد كده بيقول لي بقى ايه؟ احسب الورك بتاعت كل فورس. تعالوا كده نمسكها واحده واحده. اول حاجه الورك بتاع الان، الورك بتاع الان ده بزيرو. ليه بزيرو؟ لانها نورمال فورس، نورمال فورس. طيب عندك مين تاني؟ قال لي عندي الويت، الورك بتاع الويت. ورك الويت هو بلس اور ماينس ام في جي في دلتا واي. اختيارك للاشاره، تسال نفسك هو البادي ده طالع ولا نازل؟ لانه لو طالع يبقى عكس الجرافيتي اخد اشاره ماينس، لو نازل يبقى مع الجرافيتي اخد اشاره بلس. والله انا لو بصيت للرسمه من واحد لاتنين ده طالع يبقى ماينس عكس الجرافيتي، اهو يبقى ماينس. الماس بكام؟ ب 10. الجي ب 9.81. طب والدلتا واي؟ قال لي الدلتا واي دي لازم لها مثلث رايت انجل. دلتا واي لازم لها مثلث رايت انجل. تعالوا كده نشوف المثلث ده فين. هو طلع من نقطة واحد لنقطة اتنين مسافة كام؟ مسافة 2 متر. قام جاي مكون مثلث رايت انجل بالمنظر ده. مثلث ده اهو. احنا عايزين ايه؟ قال احنا عايزين الدلتا واي. عايزين الارتفاع ده. طب ما هو مدينا الانجل بتاعت اللاين دوت ب 30 ديجري. خلاص يبقى من المثلث دوت اقدر اقول ان الدلتا واي بكام؟ ب 2 ساين 30. طبعا الساين 30 بهاف، فيبقى كله على بعضه كده ادانا نيجاتيف 98.1 جول. يبقى الويت بيعمل ورك بالنيجاتيف قيمته كام؟
98.1. تالت حاجة هو الفورس بتاع مين؟ الاف سبرينج. قانون ورك السبرينج هو هاف كي في اس انيشال سكوارد ماينس اس فاينال سكوارد. طب عايزين نحسبه، عشان نحسبه تعالوا نرسم رسمه سوا عشان نوضح فيها بالتفصيل الحسبه بتاعتنا اهو. يلا نرسم ايه؟ نرسم لاين، نرسم اللاين تاني اهو، وارسم على اللاين دوت الفيكسد بوينت بتاعت السبرينج. الفيكسد بوينت بتاعت السبرينج كانت هنا اهي، وارسم ال L نود بتاع السبرينج اهو. ادي مين؟ ال L نود، ومن اخر ال L نود هرسم الخط الاخضر بتاعي اهو. هو بيقول لي ايه بقى؟ بيقول لي في البداية كان السبرينج ده مشدود نص. يعني ايه مشدود؟ يعني اطول من ال L نود بنص. ادي المكان رقم واحد، بيقول لي المسافة دي بكام؟ ب 0.5 متر، ده اللي قاله. وكمان قال لي ان المكان رقم واحد للمكان رقم اتنين مشي مسافة 2 متر. فين بقى الـ S1 والـ S2؟ قال لي الـ S1، ركزوا معايا في اللقطة دي، الـ S1 هي بعد النقطة واحد عن الخط الأخضر ده، عن الـ L نود يعني. يبقى المسافة دي هي مين؟ هي الـ S1. مش هنرسمها تاني أهي. المسافة ديت هي S1، يبقى الـ S1 هي بعد نقطة 1 عن مين؟ عن موضع الـ L نود. والـ S2 هي بعد نقطة 2 عن الـ L نود برضو، يبقى دي كده هي S2. يبقى الـ S2 هي بعد 2 عن الـ L نود، والـ S1 هي بعد نقطة واحد عن مين؟ عن الـ L نود برضه. طبعا كده واضح من الجيومتري ان الـ S1 والـ S2 بقت معروفة. يعني هقول له هنا هاف الـ K كانت ب 30، الـ S1 كانت ب 0.5 سكوارد، والـ S2 كانت ب 2.5 سكوارد، لأن طبعا الـ 2 بلس الـ 0.5 تدينا 2.5 للـ S2. ده كده الورك بتاع السبرينج. رابع حاجة الورك بتاع ال 400 كان ايه القانون؟ هو بلس اور ماينس بي تي في دي. البي تي دي نجيبها ازاي؟ قال لي هتعمل ريزوليوشن، تعالوا نعمل ريزوليوشن. ادي اللاين اوف موشن وادي ال 400. لو جيت عملت ريزوليوشن، الراجل مدينا الانجل اللي تحت ديت ب 30 ديجري، يبقى انا لو جيت عملت ريزوليوشن هتدينا كومبوننت مع اللاين وكومبوننت بربنديكولار عليه. اللي على اللاين هيبقى كام؟ دي كده 30، تبقى هنا 400 كوساين 30، دي كده البي تانجنت. طب البي تانجنت اللي انت عملت لها ريزوليوشن دي جت مع الموشن ولا عكسها؟ جت مع الموشن، البادي طالع لفوق والبي تي لفوق، يبقى بلس، يبقى بلس 400 كوساين 30 مضروبه في ايه؟ في المسافه اللي البارتكل اتحركها اللي هي كانت ب 2 متر. دي هتدينا كام؟ هتدينا 400 روت 3، واليونت برضو بتاعتي ايه؟ واليونت بتاعتي جول. يبقى انا كده حسبت الورك بتاعه كل الفورسز اللي موجوده في الفري بادي دايجرام. اجي بقى في الاخر اقول له ان التوتال ورك هو مجموع الناس دي كلها، ورك الان زائد ورك الويت زائد ورك السبرينج زائد الورك بتاع مين؟ بتاع ال 400، واللي هيطلع طبعا برضه هتبقى اليونت بتاعته بالايه؟ اليونت بتاعته بالجول.
يبقى المسألة ديت ما فيهاش فكرة. ده كل اللي في المسألة ان انا بعلمك ازاي تابلاي الرولز اللي اخدناها في السلايد اللي قبلها. هل لحد اللحظة ديت في سؤال؟ اه دكتور اتفضل. معلش، هو ليه الورك على الان بزيرو والورك على البي نورمال؟ عشان الورك بتاع الفورس هو نصيب الفورس من حركة البادي. الورك بتاع اي فورس هو دور الفورس في حركة البادي. فالان دي حركة البادي لفوق ولا لتحت؟ حركتول. اه بالظبط بالظبط. فملهاش ايه؟ ملهاش ورك. ده الفيزيكال مينينج. نيجي بقى للماثيماتيكال مينينج. المفروض ان انا بجيب التانجنت كومبوننت للفورس. فلو كانت الفورس بيربنديكولار يبقى التانجنت بتاعها بكام؟ يعني لما اجي اقول لك كده في فورس 100 نيوتن مثلا ودي انجل 90، عايزك تجيب لي الكومبوننت بتاعها على اللاين ده هيبقى بكام؟ بزيرو. ملهاش تانجنت كومبوننت، فيبقى ملهاش ايه؟ ملهاش ورك برضه. زائد حاجه ثانيه، انا بقول ان الورك هو الفورس دوت الدي ار، فالدي ار كده والفورس ايه؟ بيربنديكولار. يبقى الدوت ايه عباره عن ايه بقى؟ اف في الدي ار في كوزاين 90، وكوزاين 90 بكام؟ بزيرو. فيبقى كده الورك بتاع اي نورمال فورس دايما هيبقى بزيرو. هي بيبقى بس وظيفتها انها تحافظ على الليفل بتاع البارتكل، لكن لا بتطلعه ولا بتنزل، لا بتحركه يمين ولا بتحركه شمال. بدليل ان انا لو حطيت صندوق على الارض، النورمال رياكشن بتاع الارض مش هيحرك الصندوق. تمام؟ ها في سؤال تاني؟ ايوه، يعني حسبنا الام جي عشان عامله انجل. الام جي عشان عامله انجل؟ ايه الام جي عشان عامله انجل؟ انا مالي بالام جي دلوقتي؟ انا بتكلم على النورمال فورس. هو الويت ده نورمال فورس؟ انا خلاص الويت خلاص، قصدي النورمال فورس. حلو. انا لما بحسب الورك على الويت عشان عامل انجل، عشان كده بحسبه؟ لا، عشان عمل دلتا واي، عشان حصل تشينج في البوتنشال انرجي. مش هو كان عند 1 وطلع ل 2؟ بص، انتوا في بعضكم في الثانويه العامه بيعمل ريزوليوشن للويت، انا عارف الكلام ده، ماليش دعوه بيه. ماشي، بيعمل ريزوليوشن للويت، بيعتبره كونستنت فورس عاديه ويعمل ريزوليوشن. الكلام ده صح، بس معلش الفيزيكال مينينج بتاعه يعني ضايع ومتبهدل ومرمي في الشارع. لكن هو الورك بتاع الويت، الويت ده اسمه نون كونزرتيف فورس، بس مفيش وقت اشرح الكلام ده. نون كونزرتيف فورس يعني معنى كده ان الورك بتاع الفورس ديت بيساوي ماينس للتشينج في البوتنشال انرجي. فاصل قانون الويت هو ام جي اتش فاينل ماينس ام جي اتش انيشال. طبعا ام جي اتش اللي هي مين؟ اللي هي البوتنشال انرجي في انيشال وبوتنشال انرجي في الفاينل. لكن اللي انت بتقوله برضو صح، بس صح كرياضه مش صح كفيزيكال مين. ماشي؟ شكرا. العفو العفو. تعال نشوف المساله ديت. Example 14.2. مدينا هنا 1500 كيلوغرام اوتوموبيل ترافلز داون ذا 10 ديجري انكلايند روت. طبعا 10 ديجري انكلايند يقصد انجل الانكلايند مع الهوريزونتال لاين. ات سبيد اوف 6 متر بير سكند. يبقى العربيه دي كانت ماشيه بسرعه كام؟ 6 متر بير سكند على سطح مايل بانجل 10. بيقول لي اف ذا درايفر جامز اون ذا بريكس. الراجل داس على البريكس كوزنج هيز ويلز تو لوك. الراجل لما بيدوس فرامل مش بيفرمل العربيه، ده بيفرمل كاوتش العربيه، فاصبح الكاوتش ده بقى عامل زي عجل الترابيزه. كان معايا ترابيزه كده ليها عجل، ليها سوري ليها رجول، وبتزحلق على الارض، ما بقتش تدور زي الاول. Determine how far is the tires skid on the road. عايز يعرف العربيه هتتزحلق مسافه قد ايه لحد ما تقف. وبيقول لي خلي بالك الكوفيشن اوف كاينيتيك فريكشن between the wheels and the road is ميو كي بتساوي 0.5. المسألة دي من المسائل اللي ممكن تتحل بفورس اكسلريشن او ورك اند انرجي، مفيش فرق. يعني انا لو جيت احب احل المسألة دي بفورس اكسلريشن ميثود هعمل ايه؟ هرسم فري بادي دايجرام، وبعد كده هابلاي الرولز بتاعت الفورس اكسلريشن، بعد كده هجيب اكسلريشن هتطلع كونستانت لان كل الفورس كونستانت، بعد كده اقول له v squared equal v node squared plus 2 a في s، واقدر اجيب الاس لان الفي نود بسته والفي فاينل بكام؟ بزيرو، جبت الاس. تعال نشوف لو انا حبيت احل نفس المساله بس ورك اند انرجي هحلها ازاي؟
طب يا دكتور انت كده دخلتني في حيرة، يعني المسألة دي ينفع تتحل بالطريقتين؟ اه. طب اختار انهي فيهم؟ اختار اللي تعجبك. ما هو في مسائل ما ينفعش تتحل غير فورس اكسلريشن، وفي مسائل ما ينفعش تتحل غير ورك اند انرجي، وفي مسائل ينفع تتحل بالطريقتين. فمش هيبقى في افضلية لطريقة عن طريقة غير انك متقن الطريقة دي عن الطريقة دي. فلو انا حبيت احل نفس المسألة ديت ورك اند انرجي، هيبقى عندي كده بروسيد ولا اتبعه. اول ستيب هي ترانزليت ذا بروبلم. تعالوا نترجم المسألة. ترجمها ازاي؟ قال لي البادي تشوف لي الماس بتاعته بكام، بعد كده السيرفيس تشوف لي هو سموز ولا رف، بعد كده تروح تدور لي على السبرينج شوف لي الكيب كام، شوف لي ال نود او الاس 1 او الاس 2، بعد كده تدور على الموشن هي الفي 1 كانت بكام، طب الفي 2 كانت بكام، طب المسافه ما بينهم كانت بكام. طب ما تيجي يلا نترجم الكلام ده في مسالتنا اهو، هنحل المساله هنا. الحل اول حاجه البادي عندنا هنا هو مين؟ هو الكار الاوتوموبيل. الماس بتاعته 1500 كيلو جرام. تاني حاجة السيرفز عندك هنا رف ولا سموز؟ السيرفز رف. امال هو هيفرمل ازاي؟ مديني الميو كي بتساوي 5/10. طيب في سبرينج في المسألة ديت؟ لا مفيش سبرينج. طب الموشن هنا الفي 1 بكام؟ قال الفي 1 بستة متر بير سكند. طب والفي 2 بكام؟ بزيرو. طب المسافة بين 1 و 2 بكام؟ ده أنا أصلا عايزها. يبقى دايما بيبقى في حاجة كده إيه النون، وهي اللي بيطلب. أديني ترجمت. إيه الخطوة اللي بعد كده؟ قال الخطوة اللي بعد كده ارسم التو بوزيشنز. دكتور ما اسمع مقطع بس عندي سؤال معلش. لا لا مش دلوقتي، في الاخر. ماشي تمام. شكرا. درو تو بوزيشنز اند درو الفري بادي دايجرام ان بتوين. ترسم التو بوزيشنز، بعد كده ترسم الفري بادي دايجرام ان بتوين. لما تعالوا نطبق الستيب ديت، هرسم كده اللاين بتاعي اهو. فين يا سيدي بوزيشن 1؟ ادي بوزيشن 1 اهو، ادي 1. فين 2؟ ادي 2. ارسم بقى الفري بادي دايجرام للكار ان بتوين اهو، ادي الكار بتاعتنا. ايه الفورس اللي بتاثر عليها؟ الوزن، الويت اهو 1500 جي. وفي ايه كمان؟ قال له في نورمال رياكشن على السيرفس، وايه كمان؟ قال لي في فريكشن عكس الموشن. طبعا البادي ده نازل لتحت، يبقى الفريكشن لفوق، وهيساوي ايه؟ ميو كي في ان. اديني رسمت الفري بادي دايجرام. قال الخطوه اللي بعد كده فور رف سيرفس ابلاي السيجما فورس في اتجاه الواي ايكوال زيرو تو جيت النورمال رياكشن. يبقى انا هطبق السيجما فورس في اتجاه الواي عشان اجيب ايه؟ لان احنا قلنا ان الورك اند انرجي ما بتحسبش نورمال رياكشن. طبعا الواي بيربنديكولار على اللاين اوف موشن، ادي الواي اهو، الخط الاخضر ده كده بيمثل الواي اكس. فهقول له سيجما فورس في اتجاه الواي ايكوال زيرو، هطلع منه ايه؟ قيمه الان. لما يكون الانجل دي بتان، يبقى الانجل دي كمان بتان، فيبقى الان هتساوي 1500 جي كوساين 10. طبعا الفريكشن على طول هيساوي الميو كي في ايه؟ في الان اللي احنا جبناه. خطوه الرابعه قال لي كانسل the forces
do no work. الفورس اللي ما بتعملش work تعمل فيها ايه؟ تشطب عليه. طبعا ال N ما بتعملش work، هي موجودة اه لكن ما بتعملش work. خطوة اللي بعد كده قال لي apply the principle of work and energy. دي كده هي البروسيدور اللي بطبقها لما اكون عايز ايه، لما اكون عايز اشتغل بالورك اند انرجي. طب يلا هقول له ايه، هقول له ان الورك دان ايكوال دلتا تي التشنج في الكينيتيك انرجي. مين اللي شغال؟ قال لي مش فاضل غير الويت والفريكشن، فهقول له كده الورك بتاع الويت بلس الورك بتاع الفريكشن ايكوال الكينيتيك انرجي الفاينل ماينس الكينيتيك انرجي الانيشال. الويت الرول بتاعه هو بلس اور ماينس ام جي دلتا واي، الرول بتاع الفريكشن ماينس الاف في الدي، بعد كده ايكوال ايكوال ايه بقى؟ هاف ام v2 squared minus half mv1 squared. كده انا كتبت كل مفردات الايه الرولز اللي عندي. تعالوا نسبستيتيوت. اسال نفسك هو البارتكل من واحد لاثنين نازل ولا طالع؟ ده نازل يعني مع الجرافيتي، يبقى بلس. الماس 1500، الجي ب 9.81، طب الدلتا واي قال لي بتكون المثلث الرايت انجل بتاعك اهو، ادي نقطه 1 وادي نقطه 2 وادي المسافه اس، ده المثلث الرايت انجل بتاعنا اهو، يبقى دي كده الدلتا واي. هو مدينا الانجل دي ب 10، يبقى واضح ان الدلتا واي هي اس ساين 10. اس في ايه؟ في ساين 10. الفريكشن هو عباره عن ميو كي في ان، يعني 0.5 في ال N اللي هي ب 1500 جي كوساين 10. كل ده يتضرب في مين؟ في المسافة دي اللي احنا مسمينها S equal half الماس ب 1500 في ال V2 اللي هي ب 0 squared، يبقى كل الترم ده طار، بعد كده minus half في 1500 في ال V1 اللي هي كانت بكام؟ كانت ب 6 الكل سكوير. واضح ان الانون الوحيد في الرول دوت هو مين؟ هو الاس او المسافه اللي اتزحها العربيه لحد ما وقفت، يبقى اقدر اجيب له مين؟ اقدر اجيب له الفاليو بتاعه الاس، هتطلع اليونت بتاعتي هي بالمتر. يبقى انا كبروسيدور حل طبعا ده هيبقى ثابت معايا في كل مسائل الورك اند انرجي. اول حاجه اترجم ادور على ايه؟ على البادي كتلته بكام، السيرفس سموث ولا رف، السبرينج الكي والال نود، والموشن ادور على الفي نود الفي 1 والفي 2 والديستانس اللي ما بينهم، بعد كده برسم اللاين تو بوزيشن ما بينهم فري بادي دايجرام. لو المساله ديت فيها فريكشن لازم احسب الان من السيجما فورس ايكوال زيرو اتجاه الواي، لان ما فيش موشن على الواي، جبت الان وجبت الفريكشن. بعد كده اخر خطوه هقول له ايه؟ الورك دان ايكوال للتشنج في الكينيتيك انرجي، واكتب الرول بتاع كل فورس على حسب نوعها واعمل سبستيتيوشن. لازم في النهايه البرنسبل دوت يبقى هاف اونلي وان انون، ات هاز اونلي وان ايه؟ وان انون. ما اقدرش الاقي اكتر من ايه؟ اكتر من انون واحد، لان لو اكتر من انون واحد الورك انرجي مش هتعرف تحسبه. كان في واحد زميلنا عايز يسأل، اتفضل. لو سمحت يا دكتور، بس يعني سؤالي ان هو ما قاليش يعني بعد المسافه اس هو هيسكن بعديها، يعني ما ذكرش في المساله، فاعرف منين حاجه زي كده. بيقول لك عايزين نعرف هاو فار، هاو فار ديت يعني كانها بيقول لك الماكسيمم اس اللي هيوصل لها كام؟ يعني انا دلوقتي دي عربيه، جيت بقول لك انا فرملتها هيسكد قد ايه؟ يعني انا بقول لك دلوقتي عربيه فرملتها هتتزحلق قد ايه؟ هل انا محتاج اقول لك
ان الفاينل بزيرو؟ لا خلاص تمام. ايوه وضحت. طيب شكرا. في اسئله ثانيه؟ طيب تعالوا نمسك الاكزامبل اللي هو 14.4 نشوف هيقدم لنا جديد ايه من الشرح. طبعا احنا مش بنحل مسائل قد ما بنحل افكار، يعني انت لما بتيجي تتحرك بتتحرك في الافكار بتاعه الليكتشر، يعني يجي كذا او كذا او كذا او كذا، بتديك خبره في تداول الماسود اللي احنا بنشرحها. بيقول لي بلاتفورم بي، في بلاتفورم حته خشبه كده الماس بتاعتها مهمله نيجليجبل ايه ماس، معلش الاس منسيه اهي ماس دبل اس، اند اتس تايد داون مربوطه لتحت كده سو ذات، بصوا بقى اللقطه دي 0.4 متر لونج كورد، يبقى الحبل اللي انا رابط بيه طوله كام؟ 0.4. كيب 1 متر لونج سبرينج كومبريسد 0.6 متر وين ناثينج از اون ذا بلاتفورم. السبرينج ده لما الراجل اشتراه كان طوله متر، قمت انا ربطه بحبل، الحبل ده كان طوله كام؟ 4 متر 4 من 10، فيقوم ضاغط السبرينج كام؟ 6 من 10. لسه ما فيش اي حاجه محطوطه على البلاتفورم. بيقول بقى ان هو حط 2 كيلو جرام بلوك على البلاتفورم وقام ضاغط مسافه لتحت كمان 1 من 10. هو كان مضغوط كام؟ 6 من 10. وانا لما حطيت البلوك ضغطت بايدي مسافه 1 من 10 شلت ايدي، فطبعا السبرينج هيقوم مفرود يقوم عامل ايه؟ ناطر البلوك ده لفوق. هو بقى بيقول لي بالشو اللي انا عملته ده دلوقتي هات لي الماكسيمم هايت، الماكسيمم هايت ذا بلوك رايزز ان ذا اير ميجرد فروم ذا جراوند، هات لي اقصى ارتفاع هيوصل له الحجر دوت متقاس من الارض. دي مساله ورك اند انرجي. لو انت حليتها فورس اكسلريشن هتحلها على مرحلتين. المرحله الاولانيه في الجزء اللي فيه ويت وسبرينج، لان طبعا لما هسيب الحجر البلوك ده هيبقى الفورس اللي بتاثر عليه ايه؟ الويت والسبرينج. بس السبرينج معايا طول الوقت؟ لا، ده بعد شويه الحجر ده يبقى في الهواء لوحده، فلازم ادرس المساله مرحله ثانيه. زائد ان وجود السبرينج هيخلي المساله فيها فاريبل اكسلريشن لانها تبقى فانكشن في الاس، وهتقعد بقى تعمل انتجريشن ودريفت وعك كده طويل عريض. اتفقنا لما يكون المساله فيها سبرينج دماغي تروح لمين؟ للورك اند انرجي. طب تعالوا نترجم المساله ديت بلغه الورك اند انرجي. اول حاجه البادي، ادور على البادي. البادي هنا هو البلوك لان هو اللي اداني الماس بتاعته بكام؟ ب 2 كيلو جرام. هنا مفيش سيرفس، هنا مفيش ايه؟ مفيش سيرفس، بلاتفورم سموث. طب ايه كمان؟ اصلا البلاتفورم ده يعتبر قاعده للسبرينج، مش حاجه، مش سيرفس انا بتحرك عليه يعني ولا حاجه، ده عشان اعرف احط البلوك على السبرينج فعملت له ايه؟ جلسه. ايه كمان؟ قال لي في سبرينج. طب ايه معلوماتك عن السبرينج؟ قال لي معلوماتي ان الكي بتاعته من الرسمه بتساوي 200 نيوتن لكل متر. طب هل مدي لك ال نود؟ قال لي لا. طب مدي لك الاس 1 او الاس 2؟ قال لي اه مديني الاس 1. طب مدي لك الاس 1 بكام؟ هل مدي لك الاس 1 ب 6 من 10 ولا مدي لك الاس 1 ب 7 من 10؟ ها حد يقدر يقول لي؟ في هنا رقمين اتذكروا، في رقم 6 من 10 بيقول لي ان السبرينج ده كومبريسد 6 من 10، بعد كده قال لي ان هو ضغط 1 من 10 كمان يعني بقى 7 من 10. السؤال بقى الاس 1 اخدها ب 6 من 10 ولا 7 من 10 وليه؟ حد يقدر يجاوبني؟ 6 من 10 6 من 10 7 من 10 اخر كلام 7 من 10. طب ليه؟ عشان كده، عشان ده الاستريتش بعد ما حطيت الجسم،
الاسترتش ده الكومبريست قصدي الكومبريست 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 برافو عليك. يبقى فعلا انا لما بدرس بدرس من بعد ما الجسم دخل في المساله. الجسم دخل بعد ما ضغطت واحد على الستة، فيبقى كله على بعضه كام؟ ماينس سبعة من عشر. طبعا ماينس عشان هو كومبريزد، صح الكلام. طيب ايه تاني بعد ما جبنا البلوك وجبنا السبرينج؟ قال لي الموشن. البعض ده في البداية كان سرعته بزيرو. جبتها منين انا الكلمة دي؟ لانه قال لي released from rest. released from ايه؟ from rest. طيب حد يقدر يقول لي الفيتو بكم؟ ولا هو ما ادهلناش؟ زيرو برضو. ليه بقى؟ لان الراجل طلب الماكسيمم هايت. اتفقنا كلمة ماكسيمم هايت يعني الفي فاينل بايه؟ بزيرو، صح كلامكم. الريكوارد هو الماكسيمم هايت اللي هو عايزه. طيب الخطوه اللي بعد كده قلنا بنرسم الطريق اللي ماشي عليه البادي. الطريق اللي ماشي عليه البادي كان فيرتيكال ستريت لاين اهو، او تعالوا نرسمه هنا عشان يبقى واضح شويه. اهو الارض بتاعتي اهي، رسمنا الارض تحت. ركزوا معايا في اللقطه دي. اول حاجه السبرينج بتاعي كان طوله متر. لما اشتريت السبرينج اهو، السبرينج ده كان طوله كام؟ كان طوله متر. يبقى ده كده الخط الاخضر بتاعي اهو. بعد الخط الاخضر ده عن الارض هو ال نود، وال نود دي كانت ب 1 متر. جه هو ركب حبل. ركب ايه؟ حبل. الحبل ده طوله 4 من 10، فقام ضاغط السبرينج، بقت المسافة ديت 4 من 10 متر. بس لما جه حط البلوك ضغط كمان 1 من 10، فالبلوك بقى موجود هنا. ادي المكان رقم واحد. البلوك من المكان رقم واحد، معلش انا كتبتها نطقتها صح وكتبتها غلط، دي 1 من 10 اهي. المكان رقم واحد، من المكان رقم واحد طلع لفوق لحد المكان رقم 2 اللي انا ما اعرفوش. طلع المكان رقم 2 اللي انا ايه؟ ما اعرفوش. تعالوا بقى نرسم الفري بادي دايجرام ان بتوين، ما بين 1 و2 اهو. ادي البادي. ايه الفورس اللي بتاثر عليه؟ قال لي وزنه اللي هو 2 جي، والفورس بتاعت السبرينج. الفورس بتاعت السبرينج، ما فيش فورس تاني. طب اكتب الرول. الرول هيقول لي ايه؟ ان الورك دان بيساوي التشينج في الكاينيتيك انرجي. الورك دان يعني الورك بتاع الويت بلس الورك بتاع السبرينج هيساوي الكاينيتيك انرجي 2 ماينس الكاينيتيك انرجي 1. الويت هو بلس اور ماينس ام جي دلتا واي، والسبرينج هو هاف كي
في S initial squared minus S final squared equal T2 minus T1. طبعا ال T2 بزيرو وال T1 برضو بزيرو لان ايه start from rest و come to rest. تعالوا نعوض بلس ولا ماينس. البادي ده طالع عكس الجرافيتي يبقى ماينس. الماس ب2 الجي ب9.81 الدلتا واي هو الفرق ما بين واحد واتنين ده كده الدلتا واي ما عرفش بكام يبقى حطها دلتا واي زي ما هي يعني كده بلس هاف الكي عندي ب200. طب الاس 1 والاس 2 قال لي الاس 1 هي بعد نقطه 1 عن ال نود يعني المسافه ديت هي مين هي الاس 1 اللي هي بكام اللي هي ب 7 من 10 يبقى ماينس 0.7 بس اعمل لها سكوير فالماينس هيطير. طب والاس 2 فين؟ قال لي الاس 2 هي ديت اي بعد 2 عن ال نود. لو بصيتوا للجيومتري اللي انا رسمها هتلاقوا ايه؟ هتلاقوا ان الاس 1 والاس 2 بتساوي الدلتا واي يعني الدلتا واي اللي مرسومه دي هي مجموع الاس 1 والاس ايه والاس 2 يبقى معنى كده ان الاس 2 بكام بدلتا واي ماينس الاس 1 انا باخد لانس يعني هشيل الاس 2 واحط مكانها دلتا واي ماينس 0.7 فيبقى هنا ماينس دلتا واي ماينس 0.7 الكل سكويرد كل الكلام ده ايكوال ايه ايكوال زيرو. طبعا واضح هنا ان الانون هو الدلتا واي اقدر اجيب له الدلتا واي بكل سهولة. بس السؤال بقى هل الدلتا واي ديت هي الانسر بتاعت السؤال يعني انا لو جبت الدلتا واي دي مثلا باربعة من عشر او تمانية من عشر هل هتبقى كده الدلتا واي يعني انا لو جبت 0.3 الله عليك الله عليك خلي بالكوا عشان دي من الخدعه اللي بتيجي في الامتحانات يعني انا ممكن اجي انت قلت كام قلت الدلتا واي اللي هي انا طلعتها ب 0.8 انت حطيت عليها 0.3 يعني تدينا كام 1.2 اجي انا بقى في الانسر زي ما حاطط لك كام 0.8 ماشي وفي بي حاطط لك 1.2 وفي سي حاطط لك 0.5 ودي حاطط لك 0.4 مثلا الناس اللي مش منتبهه هياخد الدلتا واي دي يختارها هي على طول طبعا غلط ليه لان الراجل لما طلب قال لي هات لي الماكسيمم هايت متقاس من الجراوند وخلي بالكم ان الجراوند اصلا اهي بتعلى عن نقطه 1 مسافه زي ما زميلنا عامل كده 3 من 10 يبقى الماكسيمم هايت هو كل ده اهو ده كده مين ده كده الماكسيمم هايت هيبقى عبارة عن ايه بقى؟ عبارة عن الدلتا واي طبعا خايف الاشارة دي تفتكروها بلس اهي هنا اهي اهي نرسمها تاني اهو ده كده الماكس ماي يبقى كده فعلا الانسر بتاعتي مش الدلتا واي لا نخلي بالنا ان اللقطة ديت الماكسيمم هايت هيبقى الدلتا واي اللي انا حسبتها اهي ماكسيمم هايت هيبقى الدلتا واي اللي انا حسبتها وازود عليها مين ازود عليها ال 0.3 اللي هي كانت هنا يبقى جبت الماكسيم هايت متقاس من الجراوند ها هل في سؤال يا شباب دكتور لو سمحت في حاجه بس قول. مش مستوعبه حضرتك الورك بنحسبه لما يكون الجسم متاثر عليه بفورس ماشي الشغل ده ناتج عن القوه طب حضرتك بعد ما الجسم يطلع الواحد من عشرة دول السبرينج هتتوقف عن تاثير بالقوه على الجسم صح بالتالي ازاي بحسب لها شغل ليه فين انا حسبته فين انا ما حسبتش حضرتك احنا واخدين الدلتا واي
ناسف الله عليك الله عليك، صدق ان انت طلعت غلطة جميلة في المسألة. بص يا جماعة، زميلنا فعلا نبهني الغلطة انا عملتها. ايه الغلطة ديت؟ الغلطة ديت ان انا اعتبرت السبرينج اتاتشد للبلوك، اعتبرت السبرينج اتاتشد للبلوك، لكن الكلام ده غلط. الفكرة ان السبرينج مع البلوك لحد الواحد من عشرة بس، لحد الايه؟ الواحد من عشرة بس. يعني معنى كده ان الاس 2 مش اللي مرسومة ديت، اهو اهو، نمسح بقى ايه اللي احنا قلناه. الله عليك يا باشمهندس، الاس 2 هي الحتة دي بس، دي كده الاس 2 من الصفحة اهي اهي. الاس 2 هي الحتة دي بس، لان هو مربوط بحبل، لان هو مربوط بايه؟ بحبل. يبقى انا اشيل الاس 2 اللي مكتوبة هنا اللي هي دلتا واي دي، واحطها كام بقى؟ ماينس 0.6، وهنعمل لها سكوير. ليه؟ لانها تبقى الاس 2 لحد مكان السبرينج. ادي الاس 2 اهي، هوضحها لكم تاني عشان ما حدش يتلخبط، وهقول لكم الفرق ما بين الاثنين. تعالوا كده نعمل صفحه واقول لكم الفرق ايه. اهو انسرت بيج. ركزوا معايا في اللقطه دي لانها تركت امتحان فعلا. في سبرينج اتاتشد تو ذا بلوك، وفي سبرينج placed against the block. ايه الفرق ما بين الحالتين؟ لو انا جيت قلت لك ان انا رسمت سبرينج بال نود بس البلوك كان مربوط بيه attached لي، وكان البلوك ده بيتحرك من المكان رقم واحد للمكان رقم اتنين طالع كده، في الحالة ديت الخط الاخضر بتاعنا هيبقى اهو، وهتبقى الاس 1 هي المسافة ديت، والاس 2 هتبقى هي المسافة دي. ليه؟ لان دايما السبرينج مربوط بالبلوك، التاتش دي يعني مربوط بالبلوك، شدوا معاه، ضغط ضغطوا معاه، طلع شدوا معاه في الايه؟ في الشد. ده لو كان ايه؟ attached. طب لو كان against، تعالوا نرسمه تاني. ادي ال نود، وادي الخط الاخضر بتاعنا. البلوك كان فين؟ البلوك كان هنا في البداية، يبقى دي المكان رقم واحد. في حالة الكمبريشن بيبقى البلوك لامس السبرينج، فبيبقى زيه زي الاتاتشد بالظبط، فبتبقى الاس 1 هي بتاعت البوزيشن 1. طب نيجي بقى لما البلوك يطلع لفوق للمكان رقم 2، هتبقى الاس 2 بكام؟ قل الاس 2 هتبقى بزيرو. ليه؟ لان انت هتكون خلاص سبت البلوك، والبلوك بقى حر. طب يا دكتور معلش، ما انت في المسألة ديت ما حطيتش الاس 2 بزيرو، انت حطيتها بستة من عشرة. يعني انت شرحت لي هنا حاجة وجيت هنا عوضت برقم تاني. اقول لك لا استنى، اصل السبرينج دوت لما انا سبته ما اتفردش، ده رجع لايه؟ لضغطته الانيشيال. يبقى الاس 2 بماينس 6 من 10 لوجود مين بقى؟ لوجود الكوردز. الحبال هي اللي خلت السبرينج وهو في حاله مضغوط 6 من 10 بس.
كده التصحيح بتاع المسألة وكده التو كيسز بتوع ايه بتوع السبرينج سواء انا لامس السبرينج ولا مشدود عليه. يعني بصوا المسألة الاولانية خالص ليه دي بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان في بلوك rest on the smooth incline if the spring originally. طبعا هو كان لازم المسألة دي كده فيها معلومة ناقصة، كان لازم يقول لي ايه؟ ان البلوك attached to the spring. طبعا دي معلومة مهمة جدا لازم كان هو يكتبها، لان ممكن واحد يحل نفس المسألة ديت ويعتبر ان البلوك كان ساند على السبرينج، كان ساند على ايه؟ على السبرينج. فاول ما يخلص الخمسة من عشرة اللي كان مشدودهم، هو كان مشدود؟ لا خلاص مشدود، يبقى هو ايه؟ اكيد مربوط بيه. لكن لو كان مضغوط في الاول لازم يقول لي اتاتشد. يعني مثلا تعال نقول ان انا جبت لكم نفس المسألة ديت وقلت لكم في البداية كان مضغوط نص. طب ما ممكن يا دكتور لما نص يخلص البلوك يسيب السبرينج، اقول لك اه لو كان placed against the spring. لكن لو كان attached to the spring هياخده ويشده معاه. فمن هنا يبقى الاس 2 زي ما احنا ايه حسبناه، يبقى الاس 2 بتعتمد على هو السبرينج مربوط بالبلوك ولا مش مربوط بالبلوك. لو مربوط بالبلوك يبقى البوزيشن 1 و 2 هيخشوا في حسابات الاس. لكن لو كان مش attached بنشوف حالة السبرينج ايه لما البلوك يبقى عند البوزيشن رقم 2. فعلا لما البلوك هنا ساب السبرينج رجع السبرينج مضغوط ايه؟ ماينس 6 من 10. من هنا جبنا الدلتا واي المظبوطة، وبرده ماكسيم هايت ما فيهوش مشكلة، الدلتا واي اللي احنا حسبناها بلس 3 من 10. اتفهمت كده؟ انا عندي بس يا دكتور تمام يا دكتور اسال، هي الدلتا واي دي يعني تبقى بين ايه وايه عشان بس اتلخبط في النقطه دي؟ بين 1 و 2 في اي مساله، انا ما غلطتش في المساله دي عن اي مساله تانية، ما بين 1 و 2 الهايت ما بين 1 و 2 دلتا واي. هو طبعا لانه كان ماشي فيرتيكالي فالدلتا واي انطبقت على اللاين اوف موشن. طب لو كان انكلايند، لو كان خط مايل، يبقى الدلتا واي دي هايت. يعني بص كده مش عارف انا ممكن تكون انا لقطت حاجه ممكن تكون ملخبطاه. لما يكون انا ماشي على لاين مايل فيبقى دلتا واي ده هايت اهو، لكن هنا المساله دي كان ماشي على فيرتيكال لاين، يعني هنا في دي وفي دلتا واي. لما يكون انكلاين في دي ودلتا واي، لكن لما يكون على فيرتيكال لاين الدي هي نفسها دلتا واي ولا ايه؟ اه تمام فهمت حضرتك ماشي. ها في اسئله ثانيه؟ فهمنا يا شباب حته اجينست واتاتش ديت لانها مهمه جدا. طبعا نشكر زميلنا اللي ايه اللي نبهنا للقطه دي. قول قول تمام. معلش يا دكتور ممكن بس السلايد اللي فيها الرسمه، السلايد اللي فيها الرسم ديت. اه هو احنا ليه حاسبين الفورس بتاعت السبرينج؟ مش المفروض ان السبرينج هيسيبه يطير في الهواء؟ ليه في الورك حاسبين مش حاسبين اهو؟ بص 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 7 من 10 وستة من عشر، يبقى احنا حاسبين لحد ما البلوك كان لامس السبرينج بس. صح. بص بنحسبها بايه؟ نحسبها ان في واحد اداني 5 جنيه ومشي وانا بعد كده كملت فلوس من حتة تانية، ما هو الورك اند انرجي فعلا فلوس رايحة وجاية، فهو اداني 5 جنيه في الاول ومشي، انا خدت ال 5 جنيه بتاعته، يعني 7 من عشر سكوير ماينس 6 من عشر سكوير هي دي ال 5 جنيه اللي في الاول. تمام. الحل الاولاني هو اللي كان غلط، كنت واخده مكمل معايا. انا حاطط الاس 2 ايه برقم كده كنت حله ايه معايا، طبعا ده غلط. وصلت؟ تمام شكرا. ماشي العب العب. في اسئله ثانيه يا شباب؟ تعالوا نحل المساله دي. في المساله ديت بيقول لي 40 كيلوغرام بوي سلايدز داون ذا سموز ووتر سلايد. ده واضح ان هو بيتزحلق على زحليقه كده فيها ميه عشان نعتبره سموز وما بقاش فيه فريكشن. بيقول لي if he start from rest at A هات لي سرعته عند B، السرعه عند A كانت بزيرو، هات لي سرعته عند B وهات لي كمان النورمال رياكشن عند B. دي من المسائل المشهوره اللي بستخدم فيها الورك اند انرجي والفورس اكسلريشن في نفس الوقت. ازاي؟ قال لي هستخدم الورك اند انرجي
عشان اجيب الفلاستي عند بي، عشان اجيب الفلاستي عند ايه؟ عند بي. عشان اجيب الفلاستي عند بي قال لي اشتغل ورك اند انرجي. اشتغل يا سيدي ورك اند انرجي، ارسم فري بادي دياجرام، ارسم الطريق، ادي نقطه A وادي نقطه B، وارسم الفري بادي دياجرام ان بتوين. فورس اللي بتاثر هي الويت اللي هو 40 جي، والنورمال رياكشن بتاع السلايد. طبعا النورمال رياكشن ما بيعملش ورك، يبقى مين اللي بيعمل ورك؟ هو الويت بس. فاقول له ان الورك بتاع الويت هو اللي تشينج في الكينيتيك انرجي تي فاينل ماينس تي انيشال. الورك بتاع الويت هو بلس اور ماينس ام جي دلتا واي، الكينيتيك هاف ام في بي سكوارد ماينس هاف ام في اي سكوارد. طبعا البادي ده نازل يبقى بلس، الماس ب 40، الجي ب 9.81، الدلتا واي اهي 7.85 ايكوال هاف الماس ب 40 في الفي بي سكوارد ماينس 0، لان الفي اي ب 0. 40 طبعا دي طارت مع ال 40 ديت، تطلع الفي بي بتساوي 2 في 9.81 في 7.5. كل ده تحت الايه؟ تحت روت، اللي هيطلع هيبقى متر بالثانيه. بصوا الورك اند انرجي حسب لي الفلاستي بسرعه جدا، ما فيهاش مشكله يعني. طب تعالوا نحسب النورمال رياكشن. قال لي الورك ما يعرفش يحسب نورمال رياكشن، فانا عشان اجيب النورمال رياكشن هحل فورس اكسلريشن تو جيت ايه بقى؟ تو جيت الان بي. فورس اكسلريشن بتقول لي ارسم الفري بادي دياجرام عند بي. لو جيت رسمت الفري بادي دياجرام عند بي، الفورس اللي بتاثر هي ويت اللي هو 40 جي، النورمال رياكشن عند بي هيبقى ان بي، بعد كده اختار كوردينتس. طبعا الكوردينتس هتبقى تي كاب وان كاب لانه كيرف اهو، ادي تي كاب وادي ان كاب، وهقول له السيجما فورس في اتجاه الان ايكوال الام في الاي ان بوزيتيف لفوق اهو. هيبقى في عندي ان بي، في عندي ماينس الويت ايكوال 40 في الفيلوستي عند بي سكوارد على الرو عند بي. طبعا الرو عند بي اقدر احسبها، رو عند بي هي 1 بلس واي داش سكوارد 3 على 2 على مودلس الواي دبل داش. وهو مديني اصلا الواي بايكويشن، اقدر اجيب منها الواي داش واقدر اجيب منها مين؟ الواي دبل داش. وطبعا اد بي هحط الاكس بكام؟ بزيرو. يبقى جبت الرو عند بي، والفلاستي متجابه، الفلاستي اللي جبتها هنا هي اللي هجيبها هنا. يبقى واضح ان النون الوحيد هو مين؟ هو الان عند بي، اقدر احسب. في سؤال في المساله ديت؟ دي اللي فاكرين كنت انا قلت لكم ان لو اتحلت ورك اند انرجي هتبقى اسهل بكتير من ان نحلها كلها على بعضها فورس اكسلريشن. طبعا لو فورس اكسلريشن كلها على بعضها اضطر ارسم فري بادي دياجرام الجنرال بوزيشن، واشوف بقى الايكويشن واجيب الثيتا. فاكرين كل العك اللي احنا عكناه في المحاضرات بتاعه الفورس اكسلريشن في حل المساله دي؟ قلت انها صعبه، وقلت ان الورك اند انرجي هيبقى ايه؟ هيبقى اسهل. يتفضل اخر حاجه عايز اقولها لكم من خلال المساله ديت هي الورك of tension in cord. الورك بتاع التنشن ان كورد ليه رول، هو ايه؟ هو بلس اور ماينس فاليو التنشن ديت مضروب في التشينج مودولس للتشينج بتاع لينس الايه؟ لينس الكورد. بس مش محتاج منكم اكتر من كده. طب الرول ده هنسخره ازاي او هنوظفه ازاي لحل المساله ديت؟ تعالوا نقرا سوا. بيقول 2 كيلو جرام كولر، يبقى انا عندي كولر الماس بتاعته 2 من 10 كيلو جرام، pulled by cord
that passes around the small peak at sea. في كده بكرة عند sea الحبل إيه لفف عليه. أدي الكولر أهو. If the cord is subjected to constant force قيمتها 10 نيوتن and the cooler is at rest when it's at A. يعني الفلوستي عند A كانت بزير. Determine the velocity عند B. عايز يعرف الفلوستي عند B بكام. خلي بالك ان المسافة من A و B كانت 4 متر. ماشي من A ل B 4 متر. ونجلكت الفريكشن. يبقى السيرفيس هنا كان ايه؟ السيرفيس هنا كان سموز. طيب خطوات المعتادة بتاعتنا. واحد ارسم الطريق اهو ادي الطريق اهو حط عليه النقط البداية والنهاية ادي نقطة A ادي نقطة B ارسم الفري بادي دايجرام ان بتوين الفورس اللي بتأثر هي الويت ادينا الماس 2 من 10 يبقى 2 من 10 جي النورمال رياكشن بعد كده في التنشن اللي في الكورد اللي هو 10 نيوتن بانجل ثيتا كل شويه عماله تتغير. طب مين اللي ما بيعملش ورك؟ الان وكمان الويت لان البادي ده لا بيطلع ولا بينزل يبقى الويت نورمال فورس هو كمان. يبقى واضح ان ما بيعملش ورك غير مين؟ غير التنشن. فهقول له بقى ان الورك بتاع التان ايكوال تشينج في الكينيتيك انرجي تي بي ماينس تي اي. ورك التنشن هو بلس اور ماينس قيمه التنشن الكونستانت مضروبه في مودولس الدلتا ال هيساوي هاف ام في بي سكواد ماينس هاف ام في اي سكواد. تعالوا نسبستيتيوت. هو التنشن ده مع الموشن ولا عكسها؟ مع الموشن يبقى بلس. الفاليو بتاع التنشن كام؟ قال لي 10. طب الدلتا ال دي عباره عن ايه؟ قال لي ال بي اللي فاينل ماينس ال انيشال. ال ال بي على الرسمه هي الطول ده اهو ده كده ال ال بي يعني لينس الكورد لما كان البوك عند بي وده ال ال ايه؟ ال ال بي بكام؟ بثلاثة يبقى 3 والال ايه بكام؟ 3 4 يبقى دي بخمسة فيبقى ماينس 5 طبعا احنا بناخد مودولس يعني هتبقى 2 من ماينس مش ماينس 2 هيبقى هاف الماس 2 من 10 في الفي بي سكوارد ماينس ايه؟ ماينس 0 يبقى من هنا طلعنا الفي بي طبعا الاثنين ديت الطير ديت هيتفضل ايه؟ 10 على 2 من 10 تحت الايه؟ تحت الروت واللي هيطلع هيبقى اليونت بتاعته متر بير سكند. بكده يبقى انا غطيت كل الافكار اللي محتاجكم تعرفوها في الورك اند انرجي. في المساله الاولانيه عرفنا نحسب الورك بتاعت الابلايد فورسز سواء كان الكونستنت فورس او سبرينج او ويت او نورمال رياكشن. المساله اللي بعدها عرفنا نتعامل مع الفريكشن لو في فريكشن نعمل ايه؟ نحسب النورمال رياكشن بعد كده ندخل الفريكشن في حسابات الورك اند انرجي. في المساله ديت اتعلمنا حاجه مهمه جدا واكدنا على معلومه مهمه جدا من خلال تصحيح زميلنا ان لو في سبرينج اتاتشد للبلوك نعمل ايه ولو كان مسنود عليه نعمل ايه وده بيبقى ليه علاقه بحساب الاس 2 لو كان اتاتشد ليها حسبه ولو كان بليزد اجينست ليها حسبه ايه حسبه ثانيه. واخدنا كمان فكره ان انا اشتغل ورك اند انرجي وفورس اكسلريشن في نفس المساله وده بيجي في حاله المسائل اللي بحتاج فيلوسيتي بعد ديستانس وبحتاج نورمال رياكشن عند النيو لوكيشن. فبالحاله ديت بشتغل ورك اند انرجي اجيب الفيلوسيتي واشتغل فورس اكسلريشن عشان اجيب النورمال رياكشن. واخر فكره قلناها ومحتاجها منكم لو كان في كورد اللينس بتاعه بيتغير خلال المساله يبقى الورك بتاع تنشن الكورد هيساوي بلس اور ماينس فاليو التنشن مضروبه في التشينج اوف ذا لينس. ده بشرط طبعا تكون ايه؟ تكون الفورس التنشن اللي في الكورد كونستانت كونستانت تنشن. لكن لو فاريبل يبقى الكلام ده ايه؟ ليه طريقه ثانيه وليه حسبه ثانيه. ارجو ان انا اكون فدتكم ان شاء الله. احنا كده هيبقى فاضل لنا محاضره واحده بس هنشرح فيها الامبلس اند مومنت. معلش يا دكتور بس هل في سؤال؟